على موعد مع تطورات حاسمة ومفصلية، عنوان بارز لمرحلة جديدة من عمر الحرب على سوريا. هي حال جبهات سورية عدة، وخاصة الرقة اليوم وحلب، التي على ما يبدو أن أبوابهما هي مدخل بات لكل الحلول والتسويات، وأيضاً فيما لو قدر غير ذلك هما محطة حاسمة لاشتباك مفتوح السقوف. فبأي مفاتيح محكومة هذه القلاع؟ وميادينها الآن على شفير الانفجار الأكبر. فهل سيسحب الفتيل؟ قبل ذلك من وكيف ومتى؟ ارتباك في الرؤى والفعل لقوى إقليمية ودولية صنعت الفوضى ولا تزال. كم سيعقد ذلك المشهد من عدمه؟ الفراغ الذي ستحدثه لحين التغييرات الرئاسية الأمريكية، كيف سيرتد على الميدان والتعاطي السياسي؟ وهل يتوقع آت أفضل أم لا؟ لطالما أفرزت المنافسة الانتخابية خطاباً سياسياً منحدراً، فكيف سيكون الأداء؟ بعدما قطفت بعض العواصم منتج المتغيرات، لبنان مثلاً، ما الذي تنتظره أخرى؟ حوار الإخبارية لهذه الأمسية، أهلاً ومرحباً بكم. إذن أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حوار الإخبارية. على كل ما جاء في المقدمة نسلط الضوء ما تسعى الوقت، مع ضيف العزيز في الاستوديو سيادة العميد تركي الحسن، الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات ميداد. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. مساء النور. وسينضم إلينا في منتصف الحلقة من واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد، الإعلامي والكاتب. أرحب بك من جديد سيادة العميد. نبدأ من النقطة الساخنة اليوم، الأخبار المتتالية عن بدء معركة الرقة حسب التحالف الأمريكي والممثلة قواته على الأرض بسوريا الديمقراطية. هل فعلا نحن أمام معركة تحرير الرقة عن جد يعني، أم هو نوع من استنزاف وتشتيت وورقة للمساومة للجيش العربي السوري وحلفائه؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير أخوة المشاهدين. أنا سعيد أنه نكون سوا بهالأمسية. بشرف. أنا أعتقد معركة الرقة تم الحديث عنها منذ عدة أشهر، يعني عندما تم الإعلان في الشهر الثالث من هذا العام، يعني منذ آذار، أعلن صالح مسلم أننا بصدد تحرير الرقة وأننا استكملنا كل الاستعدادات ولدينا القوى العسكرية الجاهزة، وكنا بحاجة إلى التغطية السياسية وقد حصلنا عليها سواء كان من الأمريكان أو من الروس، هكذا قال آنذاك. ولكنه أكد أن تحرير الرقة سنمنع النظام من دخولها. هل لدى قوى سوريا الديمقراطية العدد الكافي من أجل تحرير الرقة في ظل التحالف مع الولايات المتحدة وطيران التحالف الذي سوف يقوم بتغطية هذه القوات المتقدمة؟ حسب المعطيات المتوفرة أن قوى سوريا الديمقراطية تصل في عديدها، هم يقولون اليوم أنها أصبحت 30,000. العديد كان قبل بدء هذا العام، في بدء هذا العام يصل من 10 إلى 12 ألف. قاموا بتجنيد إجباري في المناطق سواء كانت كردية أو عربية أو أشورية أو سريان أو مختلف المناطق، وسحب هؤلاء إلى الجندية يعني من جديد، وسحبوا إلى مراكز تدريب ويتم زجهم. وأعتقد أنه في المرحلة الماضية عندما بدأت معركة منبج والقرى حولها كانوا يفرضون التجنيد، يعني الوحدات الكردية كانت تفرض التجنيد على المواطنين في تلك القرى، ومن لا يرغب يرحل. صح. يعني يصبح هناك نوع من التهجير يرحل. هذا الأمر بات معروفا، يعني أن هناك الوضع الحالي في الرقة يعني وصل إلى مرحلة صعبة جدا. أهلنا في الرقة هناك آراء متباينة لا بل مختلفة، وقد تكون هذا الاختلاف تصل إلى حد التصارع، يعني أن يكون الآراء متصارعة مع بعضها البعض. هل تقبل بداعش أم تقبل مثلا في الوحدات الكردية كما يعلن الآن؟ هناك قسم من أهلنا في الرقة يريدون التحرر من داعش بأي شكل من الأشكال،
لأن هناك 3 سنوات ليست عجاف فقط، انتهى كل شيء في الحياة، حياة الإنسان، حياة العلم، حياة الزراعة، حياة التجارة، كل شيء. وبالتالي هؤلاء يستصرخون من أجل التحرير. كم يشكلون؟ لا أعلم كم هي النسبة، ولكن من خلال أصدقائي أن هذا الرأي موجود، موجود، ولكنه لا يشكل نسبة وازنة يعني كبيرة. عندما أعلنت الوحدات الكردية، وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية أنها ستدخل الرق في الشهر الخامس، عند ذاك انخرط ضمن داعش لمنع الأكراد من دخول الرقة، وهم لم يكونوا مع داعش، 4000 لحماية الرقة من دخول الوحدات الكردية. لماذا تصل بهذا الحد لأولئك الذين يعانون من داعش؟ لأن الممارسات التي تجري من وحدات أو قوات سوريا الديمقراطية سواء في الحسكة أو في القامشلي أو في شمال الرقة أو في شمال شرق حلب ممارسات سلبية، وهذا الأمر يدفع أن هناك حساسية، يعني يجب أن نقر بذلك، هناك حساسية في محافظة الرقة تحديدا، هناك حساسية من المكون الكردي في الفترة الماضية، يعني ما قبل حتى الحرب على سوريا. وبالتالي هذه الحساسية تستثير مشاعر هذه العشائر، ولا ننسى أن الرقة هي مكونات عشائرية بطبيعة الحال. هذه المكونات العشائرية يعني تميل حيث تميل وجهاءها وقياداتها وشيوخها وإلى آخره. لذلك أنا أعتقد أن معركة الرقة مهمة. عندما ظهرت في البداية أن هذه المعركة ستجري وممنوع دخول النظام، وقد أعلنت سواء كان الجناح العسكري أو السياسي في حزب الاتحاد، أعتقد أن الجميع أقر أن هذا الأمر لا يمكن القبول به. لكن كيف قادر الآن أن تؤثر سيادة العميد؟ عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، فقط سأختصر بسرعة. عندما كان الاتجاه باتجاه الرقة، رأينا أن هناك، لأن الظروف غير ناضجة والمشروع الأمريكي في فدرالة سوريا، يعني يقصد هو ليس الأساس الرقة، الأساس الفدرالة، أساس السيطرة على المكان. المشروع الأمريكي في فدرالة الرقة كان يعتمد على السوريين الكرد أو بعض الفصائل، لكي لا أقول كل الكرد السوريين أو السوريين الكرد، بعض الفصائل الكردية التي انخرطت في هذا المشروع الأمريكي غايته الأساسية هي الفدرالة. واتجهت بدلا من الرقة، ذهبوا باتجاه منبج، وبقية القصة معروفة كيف جرت. هناك يعني محاولة احتواء مزدوج للموضوع الكردي والموضوع التركي. هذا الاحتواء المزدوج، تارة الولايات المتحدة تقدم الدور الكردي على التركي فتستثير المشاعر التركية، ثم تسحب من تركيا مواقف تريدها منها، ثم تعود ثانية وتقدم الدور التركي على المشروع أو الموضوع الكردي، فيعود مباشرة لأن يطلبوا مطالب أكثر. وبالتالي هذا سؤالي لك، مع ملاحظة فقط بأنه ما جاءنا من مواقف، وهنا كانت مجموعة كبيرة من الاتصالات عن ممارسات جزء كبير من الأكراد وخاصة في سوريا الديمقراطية في الحسكة تضاهي ما يفعله داعش أحيانا، أحرقوا كثير من المدارس، أغلقوها وحولوها لمراكز لهم، أحرقوا كثير من البيوت، هجروا أهلهم، سحبوا كثير من الشباب للخدمة الإلزامية، منعوا الدراسة باللغة العربية، ويعني تحت تهديد السلاح أساسا. لذلك ربما يعني يحاربون كما تحارب داعش من قبل من استطاع لذلك سبيل في بعض المناطق. لكن السؤال، قلت بأنه عديدهم قد لا تتجاوز 12,000 اليوم، لماذا إذن تعلن معركة الرقة؟ وعلى ماذا تتكئ الولايات المتحدة الأمريكية؟ هم تريدهم شكلا أو جزء أساسي، دور ضعيف أو صغير، بينما هي تقوم بالباقي، أم ماذا؟ صحيح، يعني وكأنها تراهن جزء يعني. من هذا الكلام صحيح. نعلم جميعا أن قوات سوريا الديمقراطية ليست كرد، هناك مكونات أخرى، ولكن هذه القوات تحتاج إلى الانسجام فيما بينها. هي متناقضة الآن نتيجة ظروف معينة، لنعترف أن أهلنا في محافظتي الحسكة والرقة نتيجة الواقع المؤلم، قسم منهم انخرط في وحدات سوريا، وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية، لأنه يريد أن يعيش ويريد أن يبقى في بيته ويريد أن يحفظ لنفسه وأبنائه. وبالتالي هؤلاء عندما انخرطوا في هذه الوحدات تحت مجموعة من العوامل ليست إيمان بهذا الدور،
وبما يقومون به. واعتقد ان اول هزه تعرضت لها هذه القوات عندما هاجمت الوحدات الكرديه المربع الامني والمطار والسجن المركزي في القامشلي. انذاك القسم الاكبر من هؤلاء اعادوا انضموا الى الجيش. وبالتالي هذه لا يوجد هناك لنقول تلاحم او انسجام بين هذه الوحدات، هذا اولا. ثانيا، هناك مجموعات شكلتها الولايات المتحده جيش العشائر، وهذه حتى الآن لم تنخرط في أي معركة، وأعتقد أنها سيكون لها دور؟ طبعاً سيكون لها دور، وهذه موجودة في محافظة الجزء الآخر من المعركة من سيتولاها؟ الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها الخاصة على الأرض؟ لا. وأين سيكون موقع الأتراك؟ أوت؟ سأقول الشيء التالي، الآن هناك صراع من يتقدم على من؟ معلوم أن هناك شحم نار مثل ما يقولوا مع بعضهم بين الأتراك والأكراد. وعندما دخلت تركيا متزرعة بهدفين أساسيين، ضرب داعش وشيء معلن أيضا تقول أنني سأضرب الإرهاب الكردي، يعني وحدات الكردية، وبالتالي هذا الأمر بات معلوما للجميع. هل الولايات المتحدة الآن في ظل توازن تحاول أن تجري احتواء مزدوج وتوازن بين المسألة أو موضوع الأكراد والموضوع الأتراك، من سيتقدم على من؟ حسب المعلن، حسب المعلن حتى الآن، أن غرب النهر، يعني أقصد فيه شرق حلب وشمال شرق حلب وشمال حلب، يتقدم الموضوع التركي، يعني الولايات المتحدة مع تركيا في هذا الموضوع. وفي شرق النهر، يعني الولايات المتحدة هي من أمرت وحدات حماية الشعب أن الانسحاب إلى شرق النهر، يتقدم الموضوع الكردي. هل ستستطيع إقناع الحلفاء، يعني سواء كانوا أكراد أو أتراك، في هذا الدور بخطوط التماس هذه؟ أنا لا أعتقد، لأن الأتراك يقولون سنشارك في تحرير الرقة شرط عدم اشتراك الأكراد، والأكراد يقولون سنحرر الرقة شرط عدم اشتراك الأتراك. طيب السيناريو المقبل كيف سيكون؟ وأين الجيش السوري، سوريا وحلفائها في هذا السيناريو؟ يعني هل فاجأهم عملية انطلاق معركة الرقة؟ وقلنا بأنه الدور لمن يطلق الشرارة الأولى، وكأنه أخذت من يدهم هذه الورقة، وهل فعلا الهدف الأساسي هو تحرير الرقة أم تطويقها لاستنزاف الجيش العربي السوري طالما العملية زخم وستجري بزخم في حلب ويريدون صرف النظار وتشتيت الجيش العربي السوري هناك؟ كيف سيؤثر على معركة حلب؟ هناك توافق، لنقول توافق، المشروع هو مشروع أمريكي بالأساس، والذي أعلن عن بدء معركة الرقة أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي. الآن يردد الوحدات أو الأكراد قوى سوريا الديمقراطية أننا سنحرر الرقة، وقد حصلنا على دفعة أولى من الأسلحة وكمية وازنة، وبصدد أن نستلم أيضا دفعة أخرى. إذا كان مدينة منبج استغرقت حوالي شهرين ولم تنتهي إلا بانسحاب داعش منها، إذن هذه المعركة طويلة، هذا معركة الرقة هي معركة طويلة. أنت سألت سؤال هام جدا، أين الدور السوري في هذه الحالة والدولة السورية؟ أعتقد أن هناك اهتمام بهذه المسألة، ولكن هناك الآن سلم أولويات. لنعترف أننا نعاني، نحن نعاني، وحرب علينا منذ 5 سنوات، وخرجت جغرافيا واسعة ومنها الرقة ودير الزور وتلك المناطق، ولكن دائما محاولة إشغالنا بمعارك من أجل صرف النظر عن المعارك الأساسية لن تسنينا، فنخسر المعركتين. الآن إذا تقرر أن نقول أننا يجب أن نبادر بالذهاب مباشرة إلى الرقة ونترك معركة حلب، سنخسر حلب ونخسر الرقة بنفس الوقت. إذن المسألة وفق الأولويات، هناك نظرة استراتيجية، هي القرار الاستراتيجي، الإمساك بالملف. نعم، الآن الرقة تحت سيطرة الإرهاب وداعش، إذا جرى صراع في مدينة الرقة الآن كما يجري هيك، ستكون بين داعش والمجموعات الكردية كما يقال، وجيش العشائر أو قوى سوريا الديمقراطية. الآن نحن ننصرف إلى المعركة الأساسية، لا شيء يلهينا عن أن المعركة الأولى التي تتقدم في كل الميدان هي معركة حلب. وعادة عندما يكون هناك صراعات نأخذ الصراع الأساسي
ونأتي إلى الصراع الثانوي نحاول تجميده، هذا حتى في السياسة. نعم نعم، وليس فقط في العسكرة. واضح. نحرك جبهة ونبرد جبهة أخرى. طيب، هل هذا الأمر يمكن أن يفضي إلى نتيجة إيجابية؟ أنا أعتقد نعم، لأن هذه المعركة لن تطول معركة حلب، وأعتقد ستكون هناك سباق حول هذا الموضوع. النظرة الأمريكية للمنطقة، النظرة الأمريكية لسوريا والعراق وهي كساحة واحدة الإدارة الديمقراطية الحالية والإدارة القادمة إذا كانت ديمقراطية تقول أننا بصدد إنهاء داعش في العراق، هذا الأمر أعلنته كلينتون في أعلنته كلينتون في المناظرة مع ترامب، وأننا سنحاصر جغرافيا داعش في المناطق التالية: الرقة ودير الزور والبادية. وبالتالي لا مانع أن تكون لدى الأمريكيين مع داعش موجودة في البادية السورية بكاملها وصولا حتى الحدود الأردنية، هكذا يقولون، لتشكل حاجز جغرافي تعزل سوريا عن العراق. نعم. وبالتالي أن تكون داعش موجودة في دير الزور، يعني هذه المنطقة تمتد، والرقة لا مانع، أو قد يكون تضييق باتجاه دير الزور وتمتد جنوبا حتى وصول إلى الحدود الأردنية، وبالتالي تشكل هذا الحاجز الجغرافي وتتحكم بالمنطقة. وهذه نظرة موجودة منذ بداية عام 2014. نعم. بس دعيني لأقول لي، وطبعا هذا لا يعني أن داعش ستنتهي كليا من العراق، سيكون هناك شريط أيضا في محافظة الرمادي. محافظة الرمادي هي أكبر المحافظات العراقية، تصل مساحتها إلى حوالي 132 ألف كيلو متر مربع، يعني هي أكبر من الأردن مرة ونص تقريبا يعني. هذه أن يكون هناك أيضا على الضفة الأخرى من الحدود أن تكون داعش تتحكم في تلك المنطقة، وبالتالي تسيطر هذه على المنطقة بشكل كامل وتقطع كليا بين سوريا والعراق. طيب، سؤال أخير فيما يتعلق بالرقة، لأنه بدي انتقل لحلب. ماذا نسمي الآن ما الذي يجري في الرقة؟ هو في جزء كبير منه متفق عليه مثلا ما بين روسيا وأمريكا، أم هو نوع من احتلال آخر لطالما أصبح لدى الأمريكيين قواعد جوية في رميلان وعين العرب مثلا وقوات خاصة كبيرة على الأرض؟ الأكراد يذهبون باتجاه بعيد تماما عن منطق الدولة في هذه المعركة وغيرها من المعارك، يعني الأكراد لا كيف سيتم التعامل معهم؟ ليس أولوية، ولكن هذا نوع من الاحتلال. صحيح. أساساً الأكراد لا يخفون أن لدينا حلم ونسعى إلى تحقيق هذا الحلم، وأنا حاورت كثير على الهواء يعني من هؤلاء ولم ينكروا ذلك، أننا الآن في لحظة مفصلية تاريخية نستطيع أن نتقدم خطوة، وهذا خطر أشد من أحياناً داعش أساساً، يعني قد يكون بنفس الخطورة يعني. نعم. في هذه المرحلة، لأنه من يقسم الوطن السوري بسوريا بغض النظر أيا كان عرقه ودينه وطائفته ومذهبه فهو باتجاه ضد الوطن. ولكن أنا أقول، لأنك ذكرت الموقف الروسي اللي سأوضح، هذا الأمر كان هو محض التباس في إعلان حزب الاتحاد حول تحرير الرقة في بدء معركة الاتجاه نحو الرقة، يعني منذ 5 أشهر أو 6 أشهر. هذه المسألة طرحت آنذاك بشكل فعال، وقالوا أننا أخذنا الغطاء السياسي الأمريكي الروسي، الأمريكي والروسي، وأعتقد أن الروس آنذاك لنعترف ولو كانوا حلفائنا وأصدقائنا يعني هيك أعطوا هذا الضوء، بس مشروط، يعني أعطوا مشروط بشرط أن يشارك الجيش السوري في معركة تحرير الرقة. وبالتالي ينظرون في هذه الحالة أن الروس، أن النظرة الروسية لهذا الموضوع أنه جزء من المكون السوري، وهو المكون الكردي وهم سوريون بطبيعة الحال، مع الجيش العربي السوري اشترك في هذه المعركة ويمكن التغطية. إلا أن الأمور ذهبت بعيدا عندما أعلن الأكراد أن الهدف لا احتلال أو سيطرة على مدينة الرقة ومنع الدولة من أخذ دورها، آنذاك الروس سحبوا هذه التغطية السياسية وبقيت هي عبارة عن تغطية أمريكية. أما القوات الأمريكية، وذكرت أن هناك قواعد، هناك مهبطي حوامات وليست قواعد يعني كما نقول، وإن كان هناك نعم هناك قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية تشترك مع الأكراد وهي التي تقود المعارك بطبيعة الحال. وقد قتل بعضهم في المعارك السابقة.
نعم. على كل حال كيف سيؤثر هذا الموضوع على معركة حلب، وهي المعركة التي ينتظر الجميع بدءها بالزخم التي يتم الحديث عنها، كون مدينة حلب أو حلب تؤثر على خارطة كل المعارك وخاصة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا؟ هل من إعلان هذه المعركة الكلية أساسا في حلب أم لا؟ لن تغير أي معركة مهما كانت في أي منطقة من المناطق إلا إذا كانت داخل العاصمة. وهذا الأمر أصبح خارج النقاش كليا. لن يغير في اتجاه البوصلة باتجاه معركة حلب لحسمها بشكل نهائي. متى ستنطلق بالزخم الذي نسمع عنه؟ هذا يقرره الضباط القادة. أعتقد أن هناك شيء اليوم جرى في الميدان بعد 20 يوم من الهدنة. سواء ما جرى، أستطيع أن أقول أن المناطق غرب حلب ستحسم عاجلا وسريعا جدا اليوم وغدا. يعني مشروع 1070، نعم. مشروع 3000 معا لا يوجد فيه شيء، نعم. موجود ضاحية الأسد نعم، نعم. منيان ونحن باتجاه والاتجاه غربا أكثر ذلك. وأعتقد أن ما يرد الآن أن هناك مشاغلة للمجموعات الإرهابية في داخل الأحياء الحلبية من أجل، يعني هذا جزء من عملية الخطة التي توضع. هذه المشاغلة يتم على كل الجبهات وفي كل الاتجاهات. فشلت المرحلتين من ما يسمى ملحمة حلب الكبرى أو أبو عمر سراقب وما بعرف هاي الأسماء، بصراحة مضحك المبكي. هل يعني ذلك بأنه ما تحدثت عنه يمنع منعا باتا، وهناك قرار لعدم حدوث أي اختراق يمكن أن يؤثر على سير المعارك في الجهة الغربية؟ في العشرة أيام الماضية أثار لغط كبير في الشارع السوري حول معارك غرب حلب. بطبيعة الحال، وحتى هناك كانت أصوات وصرخات لماذا لم يشترك الطيران الروسي. الروسي حتى يعني كان طيران سوري محدود في هذه الاتجاه، لأنه طيلة 20 يوم لم يقصف أي هدف داخل حلب. يعني الطيران السوري، هذه المسألة، هذه الرسالة يعني أثارت كثير من الحديث. لماذا؟ ولماذا نذهب إلى هدنة؟ هذه الهدنة ندرك سلفاً. تهدئة. ندرك سلفاً أن لا نتائج إيجابية لها. أنا أختلف مع الكثير مما قال في ذلك. طبعاً أنا حريص على دم أبنائنا. وأدرك ما معنى. وحريصين على عدم خسارة أي منطقة جغرافية أو أي رقعة صغيرة الآن في عمر المعركة الحساس. لذلك تبدو هذه الأسئلة مشروعة، وربما التوجسات مشروعة. سيادة العميد، أنا لا أنكر على الناس لأن هذه الأسئلة، ولكن علينا كإعلام أن نضيء على النقاط الصحيحة. لماذا كانت التهدئة؟ ولماذا هناك كان حرص؟ وخاصة أنه حدث التباس عندما طلبت الأركان الروسية من الرئيس بوتين أن تقصف. ورفض الرئيس بوتين. ما بدنا نرجع كثير لورا. لا، بس بدي أنا أحكي على النقطة هي بالأساس. معركة حلب، يعني حتى نضمن أن نذهب باتجاه معركة متكافئة وأيضا حاسمة، يجب أن نحسم قضية الهجوم في الغرب حتى نتجه باتجاه الأحياء الشرقية. تمام. إذا في البدء يجب أن نحسم هذه الموضوع. وعندما أعلنوا أن هناك ملحمة حلب الكبرى ومنظرين، وناقشت الكثير في هذا الموضوع، أن العسكريين على الهوائيات الفضائيات كانوا يقولون أنها من 6 مراحل. المرحلة الأولى بدأت معركة أبو عمر سراقب، يعني المرحلة الأولى، وتستهدف الوصول إلى كذا. المرحلة الثانية إلى كذا. المرحلة الثالثة إلى صلاح الدين والوصول إلى الأحياء. ثم توسيع هذا الخرق ليتجه باتجاه السيطرة على مدينة حلب بكاملة. لا شك أن هناك يعني جرى هجوم كبير وتم الحشد له. ونموذج الإرهاب يعني أو أسلوب الإرهاب في القتال تقريبا إلى حد ما هو واحد، يعني إلى حد ما يستهدف يعني في الصواريخ والهاونات، ثم يتابع بسيارات مفخخة، وحدة إسراء وحدة، انغماسيين، تدخل الدبابات والمجموعات وكذا الأخري، نعود ونطور الهجوم في مفخخات أخرى أو في عربات مدرعة مفخخة أخرى وهكذا. أعتقد أن الهدف المعلن الذي كان الهجوم على 4 اتجاهات تحقق جزئيا في محور واحد، وهو محور الراشدين باتجاه ضاحية الأسد، وتحقق جزئيا ولكنه استعيد في من اتجاه خان العسل باتجاه إلى منيان. هذا الأمر أيضا تشاطرنا عدة مرات كر وفر في هذه المنطقة. خسرنا ربحنا خسرنا ربحنا، ولكن في الأخير نحن ربحنا منيان واستعدناها.
واليوم أيضا هذه المعارك أعتقد أن الخاسرة الرخوة التي كانت موجودة لدينا هي مشروع 1070 شقة، عندما تم تحرير الكليات والاتجاه باتجاه خان طومان كان علينا أن نكمل وننهي مسألة 1070 شقة لأنها الأقرب والأخطر، وعندما تم التركيز على هذا الاتجاه لأنها هي الأقرب، الأقرب إلى 3000 شقة مباشرة، الأقرب إلى أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، الأقرب باتجاه الحمدانية، وإذا نجح الإرهاب ودخل في هذا الاتجاه سيصل مباشرة إلى منطقة صلاح الدين أو العامرية ويكون كما جرى في الراموسة في فترة سابقة. الآن الجيش استوعب المسألة، صحيح نحن خسرنا ولكنه استوعب وأوقف الهجوم وحد من وجوده وحصره تحديدا في منطقة المنطقة الغربية من ضاحية الأسد. الآن بعد أن تم الاستيعاب وهذه مرحلة لابد منها، يعيد التركيز تثبيت الدفاع ثم تنطلق القوات لاستعادة بهجوم معاكس الاستعادة وهو ما يجري الآن. هذا واضح، يعني نحن على أبواب حسم ربما في الأحياء الغربية في الأيام القليلة المقبلة تمهيدا للاتجاه نحو الأحياء الشرقية وربما أيضا باتجاه الباب. ماذا عن الباب؟ وباختصار لو سمحت لأن الضيف من واشنطن أصبح معنا. أنا أعتقد أن الكلام صحيح، نستطيع أن نقول نعم ولن يطول بنا الأمر حتى ننهي الإنجاز في غرب حلب. وبالنسبة للباب خطونا خطوة أولية، هذه الخطوة اتجهت عندما تم تحرير مجموعة من القرى، تل الشعير، فاتين، تل سوسان، المسلمية، كلية المشاة، معمل المسلمية، يعني هذا الأمر الاتجاه هي الأساس، الهدف الأساسي هو الباب. واليوم هناك تقدم باتجاه الباب لقواتنا، وبالتالي معركة الباب نستشعر خطر كبير جدا قد يقودنا إلى حرب أوسع وأشمل. عندما الدخول التركي عقد الموقف وهو يعلن جهارا نهارا أننا سنحرر الباب ونحرر منبج وسنتجه، ولكنهم قيل بأنه سيتم الانسحاب من محيط الباب باتجاه منبج. نتعرف بأنه الجيش العربي السوري على بعد 12 كيلومتر، يعني هو أقرب قوة من منطقة الباب. أنا لا أثق بما يقوله أردوغان، لا أثق. أنا الرئيس أردوغان يعلن شيء ويساوي وينفذ شيء آخر. بالأمس يعني كان يدبج خطابا يقول فيه بصراحة وصل تاريخيا لنا، يعني يعلن جهارا حلب كمان. لا بالنسبة لحلب رغم أنه عاد وأعلن أن حلب لأهلها، قال حلب وهو يتغنى بها آه يا روحي آه يا حلب آه يا كذا إلى آخره، وهو هو كان مثل رسالة عندما أعلنت الدولة وأن هناك يجب أن تخرج النصرة وأخواتها من حلب، هو قال سوف نحرر الباب منبج والباب وسنأتي إليكم لنفك الطوق. إذن هو يرسل رسائل. ما يعلنه الموقف التركي خطر 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 جدا. ماذا لو حدث صدام مباشر بين القوات السورية والتركية؟ سنذهب إلى حرب. والدولة السورية أعلنت مباشرة عندما قصفت الطائرات التركية مجموعة من القرى الكردية السورية السورية الكردية وذهب 150 شهيد. أنا ذاك قلنا أي طائرة ستخترق سنسقطها وأي هدف سيتقدم سندمره. نعم، على كل حال سأعود فقط خطوة واحدة إلى الوراء لنتحدث عن ما هي يعني اعتبارات أمريكا وهي تطلق الآن بمساعدة أكراد على الأرض معركة الرقة أو ربما تطويق الرقة. على ذلك أسأل دكتور عاطف عبد الجواد الكاتب والإعلامي، أهلا وسهلا فيك معنا عبر السكايب من واشنطن دكتور. اهلا استاذه ربا، اهلا مرحبا بك. اهلا بك، مشرف دائما بحوار الاخباريه وبرامج الاخباريه يا دكتور. اسال فعلا، اليوم الولايات المتحده الامريكيه تعلن الى جانب الاكراد انطلاق معركه الرقه، لماذا اليوم بالتحديد وهل هي فعلا معنيه بتحرير الرقه ام بتطويقها لغايات اخرى؟ بالنسبة للموعد، طبعا وزير الدفاع الأمريكي كان قد أعلن قبل 3 أسابيع ربما أن عملية الرقة ستبدأ عن قريب. وطبعا الفكرة الأساسية من وراء التوقيت هي التزامن مع عمليات تحرير الموصل في العراق، قطع الطرق أمام داعش، قطع طريق الإمداد والاتصالات بين الموصل والرقة. ولكن الهدف الاستراتيجي الأكبر هو أن عملية الرقة هذه الآن تهيمن عليها الولايات المتحدة مباشرة
بهيمنتها على السنة السوريين والأكراد الذين بمفردهم سيتولون الآن فرض حصار على الرقة ثم مداهمة المدينة بعد فترة زمنية ليست طويلة. نعم. وعن طريق هذه الهيمنة الأمريكية المباشرة التي الجماعة لن تهيمن عليها أطراف ثالثة، لا تركيا ولا المملكة العربية السعودية ولا قطر، هذه جماعة تهيمن عليها الولايات المتحدة مباشرة وسوف تتحرك لتنفيذ استراتيجية أمريكية جديدة. عملية الرقة سوف تغير أو تهدف على الأقل إلى تغيير الواقع الميداني والسياسي في سوريا، وسنعود سنشهد مرحلة بعد تحرير الرقة تعود فيها الأطراف إلى المفاوضات السياسية مع الحكومة المركزية في دمشق. كيف سيحدث هذا؟ هذه الجماعة من السنة والأكراد السوريين فور تحريرها الرقة سوف تهيمن على الرقة سياسيا وعسكريا، وسوف تعلن عن رغبتها في الدخول مع مفاوضات مع الحكومة السورية، مفاوضات سياسية لحل الأزمة السورية بصورة نهائية، مما أيضا يجب أن تنتفي معه الحاجة الروسية أو السورية إلى استمرار العمليات العسكرية. من يريد من الجماعات الأخرى المسلحة الآن، من يريد الانضمام العودة إلى المفاوضات السياسية مع هذه المجموعة الجديدة التي سوف تكون على شكل حكومة إقليمية مؤقتة، من يريد من الجماعات الأخرى المسلحة القائمة اليوم على الأراضي السورية الدخول في هذه المفاوضات السياسية، سيكون عليها أي على هذه الجماعات المسلحة أن تحل تفكك نفسها كجماعات مسلحة وتتحول إلى أحزاب سياسية. نعم نعم. إذن الحل السياسي يبدأ بهذه الاستراتيجية. نعم. على كل حال، بغض النظر عن ماذا يريدون وماذا تريد الدولة السورية وكيف يمكن أن تتعاطى مع هذا التطور، سؤال لو سمحت في هذه النقطة، المكون الكردي ربما ومن معهم سيديرون معركة الرقة، عددهم حسب الدكتور وأحصائيات لا يكفي أبدا للقيام بمثل هذه المعركة، كيف سيكون شكل الحضور الأمريكي بناء على ذلك إذ لم تكن ستسمح للأتراك بالدخول إلى جانبها في هذه المعركة؟ المصادر المؤقتة الآن تقول أن عدد القوى المشاركة في عملية الرقة يبلغ حوالي 30,000. طبعا هؤلاء يضمون مجموعة من الأكراد، قوات الحماية الشعبية، ومجموعة من السوريين السنة. لن تشترك تركيا بقوات أرضية، ولن يكون هناك أي عنصر تركي في هذه العملية إلا من عن طريق التحالف، عن طريق توفير غطاء جوي للعملية تقوم به حتى الطائرات الأمريكية والطائرات الفرنسية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ربما 4 أو 6 طائرات F-16 من تركيا، ولكن الأتراك لن يكون لهم وجود فعلي على الأرض. نعم. على كل حال، في تحفظ على بعض المصطلحات ربما على شاشات الإعلام السوري، سيجيب ويرد على ذلك دكتور تركي الحسن، وننطلق مباشرة لاستكمال ما المحور حلب، وعلى ذلك سأسأل ضيفي. أولا يعني تكريس هذا الواقع أكراد وسنة مشكلة كبيرة، يعني إذا كان ينظر إلى الأمور من هذه الناحية، وبناء على ذلك كيف سيكون هناك مجالس محلية وكيف محصصة، يعني بدأنا نتحدث عن محصصة. أولا إذا ذهبنا إلى مدينة الرقة، ما هي في أغلبها هي من المذهب السني، يعني من المسلمين السنة. أنا يعني أربأ بالأخ عاطف أن يكرر المصطلح مرتين أو 3 مرات، أن من السنة والأكراد، وكأن السنة أصبحوا عبارة عن هوية قومية يعني في هذه المسألة. وتمييز، نحن نتحدث عن المجتمع السوري ليس على أساس طوائف ومذاهب، نتحدث عن المجتمع السوري. أهل الرقة الآن في دمشق وفي اللاذقية وفي عماه وفي كذا وفي كل المناطق في الساحل السوري، ليسوا على أساس مقيمون على أساس سنة وطوائف أخرى، لا بالعكس، وأهل الرقة يدركون أهمية المعركة القادمة. الآن أنظر إلى المسألة بشكل مختلف، لا أنظره على أساس طوائفي وأن نقسم على أساس طوائف، أنظره على أساس قوى سياسية. وقد تحدثت أن هناك فصائل كردية، ولم أتهم الكرد ولم أقول كل الكرد أنهم ينخرطون في هذا المشروع، هناك فصائل كردية فصيلين اشتركا في هذا المشروع الأمريكي، والآن يتقدمان. عندما الولايات المتحدة تدفع أحيانا بالأكراد وأحيانا تدفع بالأتراك، وقلت أن هناك هذا الصراع، يعني الآن يقولون الأتراك أننا سنشارك،
والأكراد يقول لن يشارك وسنحرر الرق. غدا بعد نشوب المعركة والوصول إلى هذه المنطقة سنذهب باتجاه أنه سيفرض واقع جديد كما جرى في الدخول إلى جرابلس، وانسحب الأكراد من منبج وانسحبوا من كل المناطق لصالح الأتراك. غدا يمكن أن يجري الشيء التالي كما أتصور: الرقة يشطرها نهر الفرات، نعم صحيح، إذا كان الأكراد شرق النهر فيهاجمون من شمال الرقة، من عين عيسى، من تل أبيض، ومن اتجاه الحسكة هذا المنطقة، يتقدم الأتراك من اتجاه الطبقة إلى باتجاه الرق. إذا ما الذي يمنع؟ ويكون قد الأمريكان قد وفوا أنهم لم يدخلوا بمنطقته. إذا هذه المسألة ننظر إليها بهذه الطريقة، ننظر إليهم كمكونات سورية بطبيعة الحال. إذا تحرير الرقة إذا كان يعني الآن هذا الهدف الأمريكي الذي يريد، يريد السيطرة على جغرافيا بالأساس، نعم، ليفاوض عليها، ليفاوض من الابتزاز، نعم، ليفاوض عليها ليس على، نعم، أساس سنة، صحيح، وغير سنة. ولا تزال الولايات المتحدة تعمل بناء على كيدية سياسية. أعود لحلب. حلب اليوم هناك من تحدث عن أن قسمت المحاور فعلا دكتور عسكريا إلى، خاصة يعني كجغرافيا مسيطر عليها، إلى منطقة يديرها الجيش العربي السوري تحت القيادة السورية، منطقة تديرها إيران، منطقة يديرها حزب الله كقوات عسكرية على الأرض، وكل ذلك بالتنسيق مع الطيران الروسي. هل ذلك فعلا واقعي عند انطلاق معركة حلب؟ وقلت بأنها مربوطة باعتبارات القيادة العسكرية السورية وحلفائها. أنا لا أوافق حتى أن الآن هذا التقسيم إذا كان الغاية منه عسكريا بحتا من أجل السيطرة على مواقع، نعم، من أجل تحقيق الانسجام بين المكونات التي تقاتل، نعم، فقط هذا، إذن هذا الأمر يمكن، هذا الأمر سألت، صحيح، نعم، ولكن هناك قيادة واحدة وغرفة عمليات مشتركة واحدة في حلب هي التي تقود، وهناك ضابط رئيس لجنة أمنية يقود الجميع ويشتركون مع بعضهم البعض، وبالتالي لا يمكن لمكون آخر أن يقاتل لوحده ودون تنسيق عالي المستوى. ومعركة حلب تتطلب تنسيق عالي المستوى من الضباط وغرف العمليات، وأعتقد أن هذه المعركة حضر لها بشكل كبير جدا ولا بد من حسمها في الأيام القادمة. نعم، على كل حال أعود لك دكتور عاطف عبد الجواد لأتحدث ربما عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وهي على أبواب الانتخابات، يعني بثماني الشهر يوم الثلاثاء ستجرى هذه الانتخابات الأمريكية. كيف سيكون شكل التعاطي أساسا السياسي في هذه المرحلة وكذلك العسكري؟ هل سيكون هناك نوع من الفراغ كيف ستديره، أم الأمور معزولة، ما يجري في الداخل معزول عن القرار وآلية يعني إدارة هذا القرار في الخارج على صعيد الملف السوري مثلا؟ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أثر لها على عملية صنع القرار الأمريكي، لأن الولايات المتحدة تعمل بمبدأ ثابت، وهو أن للولايات المتحدة رئيس واحد فقط في أي لحظة من اللحظات، بمعنى أنه يوم الثلاثاء القادم ستظهر نتيجة الانتخابات وسيعلم الأمريكيون والعالم من هو الرئيس الأمريكي الجديد، لكن هذا الرئيس الأمريكي الجديد لن يكون رئيسا أو صانعا للقرار حتى منتصف نهار 20 من شهر يناير تشرين الثاني المقبل، وحتى منتصف نهار 20 من تشرين الثاني يناير المقبل سوف يكون الرئيس الأمريكي الوحيد اسمه باراك أوباما. بعد دقيقة واحدة من منتصف نهار 20 من تشرين الثاني يصبح صانع القرار هو الرئيس الذي سوف ينتخب يوم الثلاثاء المقبل. إذن هذه ليست مشكلة، وعلى الأرجح، على الأرجح عملية الرقة هذه ربما تنتهي، تظهر نتائجها، ربما تحرر الرقة بحلول هذا التاريخ أو بعد هذا التاريخ. نعم. في كل الأحوال، في كل الأحوال مهما كانت النتيجة لن تتغير السياسة الأمريكية بصورة جوهرية في سوريا أو في الشرق الأوسط بصورة عامة، لأن السياسة الخارجية الأمريكية تتغير جوهريا فقط في حالة أحداث جسام، على سبيل المثال الحرب العالمية، حرب فيتنام، غزو العراق، ضرب بيرل هاربر، أحداث 11 من سبتمبر 2001. فيما عدا ذلك هناك نوع من الاستمرارية
في السياسة الخارجية الأمريكية ما لم تكن هناك أحداث جوهرية كهذه. الاستمرارية في كل شيء، وحتى في موضوع عدم فصل الإرهابيين عن المعتدلين كما توصفهم الولايات المتحدة الأمريكية كذلك مستمر. يعني روسيا تقول على أمريكا أن تتخلص من هذا الوهم، عملية الفصل أو عملية ترويض الإرهابيين، وهناك تفسير واحد لذلك سوى أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بحماية النصرة. يعني هي مهتمة بكل شيء إلا بعملية الفصل هذا إذا كانت تريد ذلك. حتى الآن سؤال يبقينا ندور في حلقة مفرغة، متى يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تفصل معتدليها عن الإرهابيين حقيقة؟ والله إذا استمعت بإمعان لما شرحته لك قبل لحظة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، لن تكون هناك حاجة إلى فصل. لقد شرحت لك أن الولايات المتحدة ستدخل بجماعة تهيمن عليها إلى الرقة، ستحتل منطقة الرقة جغرافيا وسياسيا وعسكريا، وبالتالي سوف تدخل بعد ذلك في مفاوضات سياسية مع الحكومة المركزية في دمشق بهدف التوصل إلى حل مستديم للأزمة السورية عن طريق ربما تشكيل حكومة وحدة وطنية أيا كانت النتيجة التي تتوصل إليها هذه المفاوضات. بمعنى آخر، هذه الجماعات التي تسمينها الآن النصرة، الأحرار، الجماعات المسلحة، مش أنا مسميها يا دكتور، هي اسمها كذلك، أنا ما مسميها، هي اسمها كذلك، لن يكون لها وجود أو قيمة عسكرية، لأن الولايات المتحدة ستفتح عن طريق هذه الاستراتيجية الجديدة الباب أمام حل سياسي. ومن يريد، من يريد الآن من هذه الجماعات إرهابية كانت أم غير إرهابية أن يسهم في حل الأزمة السورية سياسيا عن طريق مفاوضات مع حكومة دمشق في جنيف، عليه أن ينزع السلاح، عليه أن يتحول من جماعة إرهابية، عليه أن يتحول من جماعة مسلحة إلى حزب سياسي فقط لا غير. نعم، ولكن هؤلاء الإرهابيين هل تتوقع أن يتحولوا إلى حلف سياسي؟ ونحن نتحدث عن داعش والنصرة. أنا تماما استمعت بإمعان لك دكتور جواد، لذلك سألت هذا السؤال. يعني إلى أن يتحقق هدف الولايات المتحدة الأمريكية فهي لن تقوم بعملية الفصل، هذا طبعا كشعار. على كل حال أسألك هنا سيادة العميد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة وفي مرحلة عملية حلب بالتحديد، كيف سيكون فعلا تعاطيها؟ هل هي خلص نأت بنفسها، ربما سلمت الأمر بحلب كما هو وذهبت باتجاه مكان آخر على أنها تريد فعلا أن تكسب الكثير من الامتيازات هناك؟ لا، الولايات المتحدة لا تسلم. الوقع الميدان هو من يفرض وليس تسليم بمعنى التسليم. يعني سلمت بالأمر الواقع هي أساسا؟ حتى الآن لم تسلم. لو كانت سلمت لقالت على المجموعات الإرهابية المسلحة أن تخرج من الأحياء الشرقية في حلب، ولكن أنني أذهب لأنه ذكر حول الرقة وكأن هناك تنظيمات لا يوجد في الرقة. كأنه الأخ عاطف لا أعلم أنه إن كان يدرك أو لا يدرك أن هناك في الرقة لا يوجد تنظيمات إرهابية أخرى، يوجد داعش فقط. وبالتالي ما نقوله حول الفصل بين المجموعات الإرهابية ليس في الرقة، هو في مناطق أخرى. يعني هو موجود في إدلب، في حلب، في حماة، في حمص، في المناطق الأخرى. وبالتالي هذه يعني حالة خاصة للرقة، لا يوجد هناك فصائل أخرى لأن تتحول إلى قوى سياسية أو أحزاب سياسية تشارك في العملية السياسية القادمة. كنا نأمل في الهدنة الأولى أن هذه الفصائل عندما تحدد الفصائل الإرهابية وغير الإرهابية كما يقال المعتدلة، أن الميدان هو من سيفرز ذلك. من يوافق على الانتقال إلى المسار السياسي كما يذكر الآن سنصنفه معتدلا، ومن طبعا ويرمي السلاح في هذه الحالة، ومن سيستمر في حمل السلاح سيصنف إرهابيا. ولكن الولايات المتحدة هي التي منعت ذلك حتى الآن. أنا في اعتقادي أن في معركة حلب هذا الأمر مختلف كليا عن موضوع الرقة، يعني مختلف كليا. الولايات المتحدة تسلم الآن لأن وقع الأحداث جرى ذلك. الولايات المتحدة لم تسلم، هي حاولت في الشهر الثامن أن ترعى هذه المنطقة عندما هاجمت الفصائل الإرهابية المسلحة بمجموعها ككل ورعتها، يعني من خلال الدول الإقليمية، وجندت لها، حشدت لها كل الإمكانيات والأسلحة والذخائر، وهاجمت
من أجل فك الطوق من خلال معركة الكليات والراموسة. الآن عندما أسقط واستعاد الجيش هذا الموقع عدنا إلى مفاعيل أن المجموعات الإرهابية مطوقة. حاولت أيضا هذا الموضوع هذا أيضا جديد مهاجمة من اتجاه الراموسة من اتجاه ضاحية الأسد ومن أجل كسر الطوق ثانية. إذن الولايات المتحدة لم تسلم ولا حتى هذه القوى لم تسلم. ويعني ترداد يعني أنا بصراحة يعني هذا الموضوع لا يمكن أن أمر عليه بشكل عابر. يعني ما ردده الأخ عاطف حول السنة السنة السنة، هذا ما يقوله أردوغان، هذا ما يقوله ما تقوله السعودية، هذا ما يقوله هذه الدول المنخرطة وهي جزء من المشروع. لا تنسى بأنهم يتحدثون كلهم بوتقة واحدة يعني. بس أنا أنظر إلى أخ عاطف يختلف عن هذا، هو صاحب رأي وليس جزء من الحكم السعودي أو التركي أو غيره إلى من عشر القوم 40 يوم لا أعرف. أمنحك حق الرد دكتور عاطف باختصار، وأيضا سؤال ربما لأنه نحن على أبواب الانتخابات، ما هو المتوقع؟ من ربما سيصل إلى البيت الأبيض، الديمقراطي أم الجمهوري؟ ولأنه تابعنا في هذه الحملات المختلفة عن كثير من الحملات التي شهدتها أمريكا، يعني كثير من المال، كثير من الفضائح، ولكن قليل من السياسة. وإذا كان هناك خطاب سياسي وصف الخطاب السياسي المنحدر جدا، فأي سياسة نتوقعها سواء وصل ترامب أم وصلت هيلاري كلينتون؟ طيب اولا في البدايه اريد ان اعقب بسرعه على ايضاح طيب صدر عن طيفكم الكريم الذي شرح بالفعل اوضح ما كنت احاول وصوله فيما يتعلق بمصير الجماعات الارهابيه لو رفضت الانصياع الى المحادثات السياسيه بعد تحرير الرقه. في هذه الحاله كما قال ضيفكم هذه الجماعه التي ترفض الحل السياسي سوف تعتبر تظل تعتبر جماعة إرهابية، جماعة النصرة تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وبالتالي ستظل مستهدفة عسكريا سواء من جانب الحكومة السورية سواء من جانب الحكومة القوات الطائرات الروسية أو حتى في عمليات مشتركة أمريكية روسية مشتركة. إذن ليس هناك أي شك في أن هذه الجماعات بالتحديد جبهة النصرة تندرج أيضا من وجهة نظر الأمريكية تحت نفس التصنيف الإرهابي كما هو الحال بالنسبة لداعش. فيما يتعلق بسؤالك عن الانتخابات الأمريكية، الأرقام حتى اليوم نحن أمامنا أقل من يومين الآن، والأرقام تتحدث عن تقدم هزيل تحرزه الديمقراطية هيلاري كلينتون. المعركة التل الذي يجب عليها أن تصعده أكثر سهولة من التل الذي يواجه الجمهوري دونالد ترامب، والسبب في ذلك هي أنها تقريبا ضمنت الآن العدد السحري اللازم لفوزها بالبيت الأبيض وهو 270 صوتا من أصوات الكلية الانتخابية. عليها الآن أن تضمن فقط أن تنتزع ولاية واحدة من 6 ولايات متأرجحة، بينما غريمها الجمهوري ترامب يحتاج إلى انتزاع 6 ولايات كاملة. إذن بالنسبة لترامب الاحتمالات أصعب، وأعتقد أنه في نهاية الأمر ولو بفارق هزيل الرئيس الأمريكي المقبل على الأرجح سيكون هيلاري كلينتون. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عاطف عبد الجواد، كنت معنا من واشنطن وأنت الإعلامي والكاتب، شكرا جزيلا لك. حتى لو كان هيلاري أو ترامب يعني الفرق ما بين الكوليرا والطاعون أساسا بالنسبة إلى التعامل مع قضايا العرب والشرق الأوسط. ربما انتهى الوقت، وسؤال أخير أيضا أعود لحلب لنقول بأنه خلفية الدعم اللوجستي الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية هل تقلص إلى حدود الدنيا سيادة العميد، لنقول بأنه ربما المعركة فيما لو بدأت فهذه الجماعات فعلا محاصرة قد تستنزف ما لديها فقط وتستهلك ما لديها من إمداد دون أن يكون هناك خطوط وخلفية للإمداد اللوجستي؟ نعم، التطويق كامل، وهذا التطويق جرى منذ 7/8 يعني أنجز في تاريخ 7/8، ثم جاءت معركة الكليات وثغرة الراموسة فتح هذا، ثم عاد الإحكام الطوق ثانية. الآن يعني هناك يعني أعتقد أن المعركة ستسير بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول ستذهب باتجاه ضرب المقرات القيادية وخاصة مستودعات الذخائر والأسلحة، وبنفس الوقت ستنشب معارك. أنت الآن تأتي الأخبار أن هناك على كل الاتجاهات وكل الجبهات ستنشب معارك
أعتقد الجيش سيقوم بها من أجل تستنزف القسم الأكبر من هذه الذخائر، وستكون هناك خطة محكمة من أجل الإطباق على الأحياء الشرقية. بالتالي لا تهدئات بعد الآن؟ لا أعتقد. نعم. في حلب. أي في حلب. في حلب. في حلب. لا أتمنى أساسا. لا أعتقد. نعم. قد يكون هناك حل وحيد أن تعود التهدئة، وهي قبول المجموعات المسلحة بالقوة. نعم. في هذه الحالة فقط. شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت. شكرا. سريعا. شكرا. هناك الكثير من الأسئلة والكثير من ربما الهواجس في ذهن كل من يتابعنا. إن شاء الله الحديث مستمر طبعا عن موضوع معركة حلب بالتحديد. شكرا جزيلا سيادة العميد. أشكرك شكرا جزيلا، وأنت الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد. شكرا جزيلا. شكرا. لك أشكرك، وأشكر ضيفي دكتور عاطف عبد الجواد كان معنا من واشنطن، وشكرا جزيلا لكل من تابعنا المحبين أينما كانوا. دائما كما العادة الرحمة لإرواح شهداء سوريا والشفاء العاجل لجرحانا، والعودة بإذن الله للمخطوفين والمفقودين، ولرفاق الروح الحصة كل الحصة كل القلب أبطال الجيش العربي السوري أصحاب الحق والقوة والإرادة والفكر، لهم قلوبنا تحية حتى دائما ننبض بالحياة والقدرة على الصمود والانتصار. حوال إخبارية وربى الحجلي بأمان الله.